انتخب البرلمان الأوكراني رئيسا جديدا له من حزب الوطن الذي تقوده المعارضة يوليا تيموشينكو. جاء ذلك بعد استقالة رئيسه السابق المحسوب على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. قادة في المعارضة دعوا البرلمان للضغط باتجاه إجبار يانوكوفيتش على الاستقالة. الأخير يزور إقليم خاركوف للبحث مع القوى في شرق البلاد مجريات الأحداث. مراسل الميادين أفاد بأن متظاهرين معارضين سيطروا على المقر الرئاسي في كييف ودخلوه بفعل لخلوه من الحراسة. كذلك سيطروا على ديوان الحكومة ومجلس الوزراء بعد انسحاب الشرطة وعلى بعض مكاتب الوزارات في العاصمة كييف. وينضم إلينا مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. سلام، سنبدأ من الأنباء التي تحدثت عن دخول بعض المعارضين القصر الرئاسي. ماذا في صحة تلك المعلومات؟ يبدو أن مراسلنا سلام العبيدي غير جاهز. إذن أوكرانيا هي من أكبر الدول الأوروبية مساحة وتعتبر دولة صناعية متميزة. ماذا تعني بالنسبة لاستراتيجية روسيا والاتحاد الأوروبي؟ السلام عليكم مشاهدينا. في اللغة أوكرانيا تعني الحد الفاصل، وفي السياسة والأمن والاقتصاد هي حد فاصل بامتياز بين أوروبا وروسيا. هي ثاني أكبر الدول الأوروبية، موقعها يجتذب كل الأطماع. فلنلاحظ الجغرافيا، هنا في الشرق تحدها روسيا، وهنا في الغرب تصل أقدامها إلى البحر الأسود. بين روسيا والبحر دول عديدة تجاورها: مولدوفا، رومانيا، هنغاريا، سلوفاكيا، بولندا غربا، وبيلاروسيا شمالا. في مجد الاتحاد السوفيتي كانت أوكرانيا دولة مؤسسة، التاريخ لم يلغي الحاضر، لا تزال تعتمد إلى حد كبير في اقتصادها على الجار الروسي. إلى الاتفاقيات التجارية، فإن أوكرانيا مرتبطة مع روسيا بالغاز، هذا شريان حيوي مهم للاقتصاد الأوكراني، وعبرها يمر غاز روسيا إلى أوروبا. وعبر أوكرانيا أيضا تنفذ موسكو صوب البحر الأسود، وفي مدينتها سيباستوبول يرابط الأسطول الروسي. الروسية لا تزال لغة القسم الأكبر من 45 مليون أوكراني، وخصوصا المقيمين في الأقاليم الشرقية عند الحدود. الآن يحتدم الصراع بين روسيا فلاديمير بوتين وخصومه الأوروبيين على أوكرانيا. هو صراع نفوذ بامتياز، وصراع تحد قد يصبح صراع بقاء. أوروبا تسعى إلى ضم أوكرانيا إليها عبر اتفاقيات سياسية واقتصادية قد تلزم كييف بسياسات دولية وأقليمية، سياسات تتعارض مع المصالح الروسية. ولأنها كذلك يبدو بوتين مصرا على منعها ولو بالقوة. السلام عليكم. إذا نعود إلى مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. السلام، كنا نسأل عن صحة المعلومات التي تم تداولها حول دخول متظاهرين معارضين القصر الرئاسي في كييف. نعم، في الحقيقة الوضع في العاصمة كييف يمكن وصف بالفوضى بعد أن انسحبت قوات الأمن والشرطة من كافة المرافق الحيوية في المدينة. لا يمكن رؤية أي من عناصر الأمن والشرطة في أي مكان باستثناء تلك المفارزة التي تسيرها جماعات المعارضة، وتحديدا المعارضة المتطرفة. بالنسبة للديوان الرئيس أو مجلس الوزراء والبرلمان، هناك بعض الحراسات من هؤلاء في محيط هذه المباني، ولكن وفق آخر المعلومات فإن الحرس الرئاسي يتواجد وبشكل محدود يتواجد في داخل مبنى ديوان الرئيس، ولكن لا يوجد هناك أي تماس بينهم وبين من يقومون بالحراسات في محيط هذه المباني. نعم. طيب سلام، أيضا اليوم كان هناك مؤتمر في خاركوف، وكان هناك زيارة للرئيس الأوكراني يانوكوفيتش إلى خاركوف. في البداية، ما أبرز ما خرج به هذا المؤتمر للأقاليم الجنوبية والشرقية في أوكرانيا؟ بالفعل يعني الى وقت قريب لم يكن معروفا مصير الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش، اين هو؟ ظهرت معلومات انه سافر الى خاركوف، وايضا كانت هناك معلومات بان طائرته رصدت في مطار الفجيره في اماره الفجيره بدوله الامارات العربيه المتحده، ولكن في الاخير قالت مصادر قريبه من الرئيس نفسه انه متواجد في خاركوف لكنه لم يظهر على الملأ. بالنسبه لمؤتمر خاركوف، وهو مؤتمر الجبهه الاوكرانيه، وهو مؤتمر لنواب كافه المقاطعات التي تقع في شرق وجنوب شرق البلاد، التأم اليوم في خاركوف وخرج بجمله من القرارات
التي يمكن يعني إجمالها بشكل التالي: أولا، ما جرى في كييف هو انقلاب على الدستور. ثانيا، هذه الأقاليم لا تعترف بما جرى في كييف، وتعتبر كل القرارات الصادرة عن البرلمان الأوكراني قرارات غير دستورية وغير شرعية، لأنها تتخذ مخالفة للقوانين والدستور، ونظرا لغياب عدد كبير من نواب البرلمان. كذلك تم الاتفاق على تسيير امور البلاد خاصة في الاقاليم الشرقية بشكل غير مركزي، وانما انطلاق الجنسات للاقاليم. يعني هذا عمليا يعتبر من قبل كييف، او بالاحرى من قبل اولئك الذين يسيطرون على كييف، وقد سمعت اصوات في هذا من هذا القبيل، لان هناك تكريس لتقسيم اوكرانيا الى شرق وغرب. في كل الاحوال، الأوضاع الآن لم تحسن بشكل نهائي. نعم. الشرق وجنوب شرق أوكرانيا يرفض ما جرى في كييف، ويعمل كل ما في وسعه من أجل أن يسير أمور البلاد وأمور المواطنين بعيدا عما يجري من أحداث في كييف، في عاصمة كييف، ومن أعمال الفوضى هناك. إذا الوضع في أوكرانيا وضع متأزم جدا. أود أن أشير أيضا إلى ملاحظة مهمة: المقاطعات الغربية في أوكرانيا سقطت بأيدي المحتجين، وخاصة المتطرفين منهم. هناك اشتباكات ما زالت مستمرة في وسط البلاد، وهناك الشرق وجنوب شرق أوكرانيا يقع في أيدي يعني هناك استقرار في هذه المناطق، لأنها لم يشملها هذا ما يعرف في المد الثوري. نعم دينا. نعم، إذا سلام العبيدي، بكل الأحوال سنكون معك فورورود أي جديد من أوكرانيا، مدير مكتب الميادين في موسكو. شكرا لك. أكد رئيسان الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق ما أعلن البيت الأبيض. أوباما اتصل بنظيره الروسي وشدد على ضرورة أن تنفذ دمشق الاتفاق بشأن التخلص من أسلحتها الكيميائية. إذن مشروع القرار ينص على وضع حد فوري للعنف في سوريا، ويدعو إلى نبذ الإرهاب، ويحث المسلحين الأجانب على الانسحاب الفوري. كما يدعو مشروع القرار إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية، ويدين الهجمات على المدنيين والقصف العشوائي. كما ينص مشروع القرار هذا على ضرورة رفع الحصار عن الأماكن المأهولة. ومن نيويورك ينضم إلينا مراسل ميادين نزار عبود. نزار، يعني جلسة مجلس الأمن هل عقدت، وماذا سيكون فيها، وما هي النقاط الإشكالية في هذا مشروع القرار المطروح حول سوريا؟ أسعد الله أوقاتكم. طبعا المجلسة قد تعقد بعد 3 ساعات من الآن تبدأ الجلسة. نعم. مشروع القرار في حالتي في وضعه الراهن هناك 3 نقاط إشكالية فيه بالنسبة للجانب السوري والجانب الروسي، ولأن الغربيين تنازلوا كثيرا في النص الأخير، تراجعوا عن الفصل السابع الذي كان يناقش ورفض تماما، تراجعوا عن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. نعم. هناك 3 نقاط تبقى إشكالية، أهمها وقف الهجمات على المدنيين والقصف العشوائي بما في ذلك استخدام براميل المتفجرات. هذه النقطة تعترض عليها موسكو، يطالب الجميع، لا سيما النقطة الأخرى مطالبة الجميع لا سيما الحكومة، السماح بإيصال المساعدات عبر أقصر الطرق، وهذا يعني عبر الحدود التركية، لأن سوريا وافقت في السابق على الحدود العراقية، على نقاط معينة في الحدود العراقية وعلى نقاط معينة في الحدود اللبنانية، لكن من ناحية الأردن ومن ناحية تركيا هناك طبعا إشكالية، لأن ضبطة أسلحة نقلت عبر سيارات الإغاثة وسيارات وشاحنات النقل، وبالتالي هذه النقطة ستكون إشكالية. النقطة الأخيرة وهي تتعلق ب يعرب المجلس عن العزم على اتخاذ إجراءات لاحقة في حال عدم تطبيق القرار، وهذه تعني العودة إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ إجراءات بحق سوريا تحديدا. هذا طبعا هنا لا يحدد بموجب الفصل السابع، وفيه تراجع كبير من الجانب الغربي، لكن في حد ذاته هذا تهديد واعتقد مرفوض حتى الان. لكن من ناحيه اخرى، كان سيرجي لافروف صرح في الكويت بانه يتوقع التفاهم على مشروع القرار. نعم. ولا ندري ان كان بوتين واوباما تفاهموا على النقاط، هل يمكن يحصل تعديلات في اللحظه الاخيره، هل تمتنع موسكو عن التصويت بدلا من الاعتراض بفيتو؟ نعم. هذه أسئلة ما تزال تنتظر الرد.
يعني حتى الساعة لم يبرز أي موقف أو أي تعليق من الجانب الروسي تجاه هذا القرار، كيف نفسر هذا الغموض من الجانب الروسي نزار؟ في الحقيقة ربما كان هناك، يعني هناك في الحقيقة إيجابيات كثيرة في هذا القرار. يلاحظ في إحدى الفقرات أنه يدين بشدة زيادة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها الجماعات والأفراد المرتبطة بتنظيم القاعدة ومتفرعاته. هذا النص مهم، ويطلب من الجماعات المسلحة في سوريا ومن الحكومة السورية الالتزام بمحاربة تلك الجماعات المرتبطة بالقاعدة وإلحاق الهزيمة بها. وهنا يحدد ويطلب من الجماعات الخروج من سوريا فورا المرتبطة بالقاعدة. لم يقل مثلا حزب الله، لم يتحدث عن تنظيمات أخرى أو فصائل أخرى، تحدث تحديدا عن القاعدة، وفيه عنصر جديد. لأنه لم يسبق أي قرار سابق أن طلب وحدد تنظيم القاعدة ومتفرعاته. بالتالي لا أعتقد أن الروس سيستخدمون، هذا تقديري، أنهم سيستخدمون الفيتو، وربما حصل تعديل في اللحظات الأخيرة. طيب نزار، بخصوص النقطة المتعلقة بإدخال السلاح عبر معابر حدودية، ماذا في ذلك لو تشرح لنا أكثر؟ لم يتحدثوا عن هذه النحو، لكن طبعا هناك موقف عام بالأمم المتحدة رفض زيارة عسكرة. هذا الموقف يطلقه دائما الأمين العام، لكن لا يعني بالضبط أن الدول ملتزمة فيه. موقف الأمين العام هو موقف اعتباري ويؤخذ به أو لا يؤخذ به، هو إرشادي. لكنه في حقيقة الأمر ليس ملزما لأحد. القرار طبعا ترك هذه المسألة فضفاضة، لا يتحدث عن إدخال الأسلحة أو المساعدات، إنما حدد جماعات متطرفة معينة يجب محاربتها. وأعتقد أن هذه الناحية مهمة. هناك ترجيح بأن يمر القرار، لكن عدد الأصوات ربما كان 13 صوتا، ربما امتنعت دولتان عن التصويت، أو ربما مارست موسكو إذا كانت تشعر بأن هناك غدرا ما في، وخاصة على ما يجري في أوكرانيا، ربما تمارس الفيتو. طبعا لا أحد يستطيع أن يتأكد، الوقت ما زال مبكرا في نيويورك، هنا الساعة 8 صباحا، وبالتالي ليس هناك حتى الآن أي تصريحات تصدر، ولن يكون في مجلس الأمن مسؤولين قبل الساعة 11. نعم نزار. إذا نزار عبود مراسل ميادين حدثنا من نيويورك، شكرا لك. نعود إلى الميدان السوري، حيث سيطر مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي على بلدة تل براك الواقعة على طريق الحسكة القامشلي شمال شرق البلاد. أتى ذلك بعد معارك عنيفة مع داعش بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. أشار المرصد إلى مقتل عدد من مقاتلي الطرفين من دون تحديد الحصيلة. هذا وارتفعت حصيلة القتلى في التفجير الذي وقع بالقرب من مخيم للاجئين السوريين عند معبر باب السلام الحدودي مع تركيا إلى 9 بينهم 3 أطفال. يلا يا اخوه، في اخوه من وراكم يلا انسحب. يتعرض مطار الكويرس شرق حلب المحاصر منذ اكثر من عام لعده هجمات من المسلحين، كان اخرها الاسبوع الماضي، حيث شارك في الهجوم عليه اكثر من 3500 عنصر من المسلحين بحسب الجيش السوري الذي استطاع صده. كاميرا الميادين دخلت الى المطار وعادت بالتقرير التالي. لو روى قصته المؤرخون بعد حين قد يسمونه كويرسغراد تيمنا بستالينغراد. إنه مطار كويرس العسكري الواقع شرقي حلب، هنا سقط مئات القتلى والجرحى في معارك السيطرة عليه المستمرة منذ أكثر من عام. اشتداد هجمات المسلحين عليه يبرره هؤلاء بأن الغارات الجوية هي الأكثر إيذاء لهم، لكن هنا بعض الضباط السوريين يذهبون إلى الشك بأن تكون إسرائيل هي المستفيدة من تدمير سلاح الطيران السوري. تبين أن القواعد الجوية وخاصة المطارات وقواعد الدفاع الجوي كانت مستهدفة بالدرجة الأولى نظرا لأهميتها في فرض توازن مع العدو الإسرائيلي. تعبر سيارة فريق الميادين بين البيوت المدمرة والدشم وحطام سيارات مدنية وعسكرية وبقايا قذائف قتلت كثيرين باتجاه مطار كويرس. الطائرات الرابضة هنا إما نجت من القتال أو جديدة،
الوصول تطلب حوامة عسكرية، ذلك أن المناطق المحيطة لا تزال منطلقا لنيران المسلحين. حماية المطار تطلبت الكثير من القوات والتكتيك العسكري، وليس غريبا أن نجد هنا أخوين توأمين يحرسان المطار. إذا بيفكروا ولو لثانية واحدة إنه يفوتوا عرض الكلية رح بتكون مقبرتي إن شاء الله وبعون الله تعالى. وبحب وجه رسالة لأهلي مني أنا وخيي التوأم، إنه نحن صابرين وصامدين وإن شاء الله منتصرين بعون الله تعالى. الصبر ضروري في مطار كويرس نظرا للمحيط الناري الملتهب حوله. عنفت الهجمات كثيرا في الأشهر الماضية، كل هجوم كان يصد بغارات من الطيران. يروي الضباط هناك أن الهجوم الأخير قبل 10 أيام شنه أكثر من 3500 مقاتل. شارك في الهجوم على الكلية الجوية حوالي 3500 إرهابي. مقاتلين في الكلية الجوية دائما كانوا على أهبة الاستعداد للتصدي لهؤلاء الإرهابيين مهما كانوا يمتلكون من أسلحة وقدرات. يضم مطار كويرس العسكري كلية جوية. يروي لنا الضباط هنا أن مئات الضباط والقادة العسكريين والطيارين تخرجوا منها، ما كان كل هؤلاء يعتقدون يوما أن مصيرهم هو قتال داخلي على أرض سوريا. كان كل شيء مرصودا لقتال إسرائيل، هكذا كان فهل يعود؟ ظاهرة جديدة دخلت إلى قلب المجتمع السوري هي السير على الأقدام لأسباب عديدة، منها زحمة السير وقلة المواصلات. ساعات يقضيها الناس يوميا مشيا للوصول إلى مقر العمل أو الجامعة. تقرير محمد عاصي. ساعات عديدة يمضيها أبو محمود يوميا للوصول إلى مقر عمله ذهابا وإيابا مشيا على الأقدام، همه الوصول إلى وظيفته من دون تأخر، فيطلق الريح لساقيه في سباق مع الوقت. هكذا أصبح يعد ساعاته ويحسب أيام عمله. عم بروح على وظيفتي مشي وبرجع مشي، عم تاكل معي الوقت، بروح شي ساعة وبرجع شي ساعة لأنه زحمة بالسرابيس، بقى بلاقي مشي أفضل لي. أبو محمود وغيره من ألاف السوريين غيرت الحرب من أبجديات حياتهم. هؤلاء يقضون حوائجهم غالبا سيرا على الأقدام، فلا زحمة سيارات تعيق حركتهم. أضف إلى ذلك غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد النفطية وضعف شبكة المواصلات. حسب الوضع أيام بمشي مشي من مزة عبابة مصلى، يعني بيصير باكل تقريبا شي 3/4 الساعة. أيام نطلع من جسر الرئيس للربوة مشي لحتى نقدر نلاقي مواصلات. المناطق اللي موجودة بالشام غالبا ما فيك تروح توصل إلا مشي. موظفون وطلاب كلهم أصبحوا جزءا من هذه الظاهرة، منهم من يمشي ساعة ومنهم من يمشي ساعتين يوميا كي لا يتأخر عن وظيفته أو دراسته. عم نكره نطلع بالسرافيس، عم نكره نطلع بالهي، مفضل أنه نطلع مشي. تأخذ معي المسافة تقريبا ساعتين لأني عم بجي من جرمانة لهون على البرامكة. زحمة الأقدام أو الماشون ظاهرة فرضتها الأزمة السورية بقوة، لكن البعض تأقلم معها إلى حد التناغم حتى أصبحت رياضة وجد فيها ضالته الصحية. حتى يقدر يوصل للمكان اللي بده إياه بيحتاج لوقت طويل، صار يلجأ إلى المشي، والمشي هي طريقة بتوقع إنه صارت حلوة صحيا. بقدر ما هو متعب بقدر ما هو مفيد، يعني بيعتبرها الواحد رياضة. لا والله بالعكس نشاط، يعني خلينا نتنشط، ما أنا شايف واحد خليه أحسن له. يعني كل يجي وراء غايته، فمنهم من يمشي الهوينة ومنهم من يمشي متسارعا، وهنا تقتز الشوارع ولا صفة بالناس. إنه أشبه بجيش صغير من الموظفين والطلاب والعمال يبثون الحرارة في شرايين المدينة. محمد عاصي، دمشق، الميادين. أكد رئيس تيار المرادة اللبناني سليمان فرنجي في حديث للميادين أنه يفضل الفراغ على تمديد ولاية الرئيس الحالي ميشيل سليمان، وأنه مع رئيس قوي وإن كان من قوى 14 من آذار. ما بدنا نوصل لهالمزاج، يعني رئيس قوي هو هدف، رئيس ضعيف هو مرفوض. الفراغ أو رئيس قوي رئيس قوي، الفراغ أو رئيس ضعيف أنا مع الفراغ. أنا بحكي أنا بكون واضح، يعني أنا مني أنت مع رئيس قوي بمطلق الأحوال. أنا رئيس قوي حتى لو كان 14 أدار،
انتبه، يعني مش انا رئيس قوي ب 8 اذار وضعيف ب 14 اذار. طب هل تعتبر الرئيس ميشيل سليمان ضعيفا ام قويا؟ ضعيف. ضعيف. فرنجي اكد للميادين انه يراهن على الرئيس السوري بشار الاسد رغم كل الظروف. احنا عم نقول اول شيء كنت عم تقوله 15 يوم، بعدين صرت تقوله رمضان، بعدين صرت تقولوا ما بيصيف، بعدين صرت تقولوا رمضان، بعدين ما بيشتي، هلا صرتوا عم بتقولوا يا خيي اوكي بس كيف بده يضل هيك؟ انا عم نقول لكم بكره بتتعودوا. بكره بتتعودوا على الفكره كيف بده يضل هيك، بكره بتتعودوا انه بعدين اذا هالقد انتم مطمئنين وقويه ليش خايفين من انتخابات؟ ومن بيروت ينضم الينا عضو الهيئه التنفيذيه في حزب القوات اللبنانيه ايدي ابو اللمع. سيد ايدي، بدايه كيف تعلق أو تقيم كلام سليمان فرنجي بالأمس للميادين حول الرئيس القوي والرئيس الضعيف، وما هي صفات الرئيس القوي برأيك؟ أنا بالحقيقة يعني أشاطر رأيه في موضوع الرئيس القوي. الرئيس القوي هو الرئيس الذي يستطيع أن يجمع بين كل اللبنانيين. الرئيس القوي هو من يعني يأخذ ويطبق ويستعمل كل صلاحياته من أجل لبنان، من أجل تحسين المؤسسات والذهاب قدما في إنتاجية أكبر على المستوى السياسي والاقتصادي في البلد. هذا هو الرئيس القوي. الرئيس القوي هو الذي يستطيع أن يسوي الخلافات وكل العوائق التي يعني حالت دون نجاح أي رئيس لم يكن بين الهلالين قوي. هلأ هنالك أيضا أحوال يعني تحيط بالرئيس يستطيع أن يكون قوي والأحوال تعاكسه، وبالتالي لن يستطيع أن ينفذ الكثير، أو العكس يستطيع أيضا أن يكون الوضع أو الوضع أو المحيط به قوي وأن لا يستفيد من هذا من 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 من, من أي فرصة مؤاتية كانت ساعدت في الماضي قدما او في تنفيذ المشاريع او في الذهاب الى الامام في ترميم واعاده بناء المؤسسات. طيب سيد ادي، يعني سليمان فرنجي ذكر بان سمير جعجع يمكن ان يكون رئيسا قويا للجمهوريه اللبنانيه لكنه لن يصوت له في البدايه، هل سمير جعجع مرشح لانتخابات رئاسيه في لبنان؟ هذا الموضوع يعني لن نتكلم عنه اليوم، هذا متروك الى حين يعني الانتخابات، هذا الكلام ليس مطروح الان بهذا الشكل. هل من الممكن ان يكون سمير جعجع مرشحا لانتخابات رئاسيه؟ كل شيء ممكن طبعا، كل شيء ممكن. يعني القوى الرابع عشر من اذار قالت باننا نريد مرشح قوي للرئاسه. نعم كل شيء ممكن، ولكن هذا سابق لاوانه. طيب حول كلام فرنجيه بانه سمير جعجع رئيس قوي لبنان، ماذا تقولون في ذلك وانه لن يصوت له؟ نعم، سمير جعجع هو رجل أثبت جدارته وأثبت صموده بواجه كل المعطيات التي عكست لبنان لفترة طويلة. وسمير جعجع رجل يعني تصميم ورجل يعني يذهب بالأمور إلى أكثر وأكثر توافقا بين كل اللبنانيين، وهو يعني رجل له مبادئ ويطبق يعمل وفق مبادئ معينة وليس وفق فرص أو أحوال أو حصص. فهذا يعني يعطي الكثير للرجل من هذه الناحية. إذا هو مرشح للرئاسة، يعني هذه هي صفات ذاتها التي ذكرتها عفوا في المرشح القوي. كل شيء ممكن، ولكن هذا أنا قلت أنه كل شيء ممكن ولكن هذا الكلام سابق لأوانه. طيب من هي الأسماء المطروحة من قبل الرابع عشر من آذار، أو المتداولة ليست مطروحة حتى الساعة لكن متداولة من قبل الرابع عشر من آذار حول شخص الرئيس أو حول مرشحي الرئاسة؟ هذا الموضوع سابق لأوانه كمان، يعني بالحقيقة بعد لكن ليس هناك من فترة طويلة سيد. نعم ليس هناك، ولكن أنتم تعلمون يعني حساسية الموضوع الرئاسي وخاصة في الظروف الحالية، لذلك يعني لا أحد يتقدم الآن أو يتكلم في هذا الموضوع قبل أوانه. كل شيء ممكن،
يعني وهذا الموضوع يعني يكون محط اتفاق بين الكثير من اللبنانيين. وأنتم تعلمون أن قانون الانتخاب يجب أن يؤمن في المرحلة الأولى ثلثي البرلمان اللبناني. نعم. هذا ما يجعل هذا الاستحقاق صعب وصعب جدا، ويتطلب أن يكون في إجماع، يعني إجماع لا بأس به على مستوى الوطني للإتيان برئيس جديد، ولذلك هذا الموضوع بهذه الحساسية. نعم نعم. إذا السيد إدي أبو اللمع عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية حدثنا من بيروت، شكرا لك. وفي لبنان أيضا تكشفت معلومات صحفية عن التحقيقات مع الموقوف لدى الجيش اللبناني نعيم عباس المتهم بالتفجيرات التي طالت مناطق لبنانية مختلفة. تفاصيل في التقرير التالي. داعش أرادت إشعال فتيل المعركة بين منطقتي الشياح والطريق الجديدي. معلومات جديدة خطيرة كشفتها صحيفة الأخبار اللبنانية نقلا عن تحقيقات الجيش اللبناني مع القيادي الأصولي البارز نعيم عباس الموقوف لدى الجيش منذ 12 من الشهر الجاري. عباس أقر بوجود مخطط لتنفيذ عملية تفجير في منطقة الشياح الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتهدف العملية إلى إيقاع الفتنة بين هذه المنطقة وتلك القريبة منها ذات الغالبية السنية، وتحديدا منطقة الطريق الجديد. كذلك أقر عباس بأن الهدف كان توسيع دائرة العمليات الانتحارية داخل الضاحية من أجل إجبار الناس وحزب الله على القيام برد فعل دموي ضد السنة الذين يعيشون في قلب الضاحية. ولكن الذي حصل، أضافت معلومات الصحيفة، أن الحزب وبعد التفجيرات الأولى لم يبادر إلى أي خطوة، كما لم يبادر إلى تفجير سيارات في أماكن ذات غالبية سنية، بحيث تم ضبط الناس، وعندئذ تقرر درس الأمر من زاوية مختلفة بحسب اعترافات عباس. وفي معلومات للميادين أن الموقوف نعيم عباس كان ينتمي إلى فصيل فلسطيني قبل أن ينسلخ عنه ويتركه قبل سنوات. المعلومات أشارت إلى أن نعيم عباس بدا لدى التحقيق معه بمثابة مرتزق، حيث لم يطلب حتى أن يقيم صلاته لمدة 48 ساعة، علما أن المصادر أفادت الميادين أن الموقوف عباس لم يصمد أكثر من ساعتين قبل أن يكشف عن أولى السيارات التي كانت معدة للتفجير، وأنه كان ينسق الأعمال الإرهابية ويتلقى بدلا ماليا لتنفيذ عمليات التفجير والعمليات الانتحارية. هل تكون المقاومة بندا توافقيا في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية؟ أم تكون عاملا لتفجير التوافق الصعب الذي أدى إلى تشكيل هذه الحكومة برئاسة تمام سلام؟ والسؤال الأهم ربما، هل رفض البعض وضع المقاومة مبدأ في البيان الوزاري ناجم فعلا عن قتال حزب الله في سوريا، أم أنه سابق على ذلك بسنوات طويلة؟ عباس صباغ والتفاصيل. هو بالفعل سابق عن قتال حزب الله في سوريا، لا بل ثمة من ذهب في لبنان تاريخيا إلى حد توقيع اتفاق مع إسرائيل عام 83. نصف الاتفاق بالتعاون مع سوريا، وتوافق اللبنانيون على ما عرف باتفاق الطائف، اتفاق أكد الحق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. منذ الطائف تبنت كل الحكومات اللبنانية مبدأ المقاومة في بند يقول بوحدة الجيش والشعب والمقاومة. وحده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة سعى إلى شطب عبارة حق المقاومة من مقررات قمة الخرطوم عام 2006 قبيل الحرب الإسرائيلية على لبنان. الآن تعود الأمور إلى نقطة الصفر وسط ضغوط دولية وعربية لإضعاف حزب الله، فماذا تفعل الحكومة ببند المقاومة؟ ثمة طرف يقول إن المقاومة خرجت عن ثوابتها لأنها تقاتل في سوريا. لا بد من التوافق. في هذا السياق تطرح صيغ كثيرة. يقول خصوم الحزب وسوريا بالحق في مقاومة كل عدوان يتعرض له لبنان. هذا يرفضه حزب الله وحلفاؤه لأنه ربما يوازي بين سوريا وإسرائيل. يطرح الحزب ورفاقه في المقابل بندا واضحا يقول بحق لبنان بمقاومة العدوان الإسرائيلي. بين الطرحين تلتقي لجنة البيان الوزاري يوم الاثنين. قد يخرج الدخان الأبيض بصيغة توافقية، أو يبقى الدخان الأسود كدخان المتفجرات التي تحرق الأراضي اللبنانية منذ فترة. ويوم الاثنين لناظره قريب.
أغلق الجيش العراقي طريق الرئيس بين سامراء والفلوجة بعد اشتباكات بين الجيش العراقي ومسلحين شمال الفلوجة. وفي تكريت قتل وجرح عدد من الأشخاص بثلاثة تفجيرات دوت في المدينة. السلطات أغلقت مداخل المدينة ومخارجها كما فرضت حظر تجوال فيها. تأتي هذه التطورات الميدانية في ظل الحديث عن خطة حكومية لتسوية أوضاع المسلحين. إصدار عفو عمن غرر بهم من أبناء الأنبار لحمل السلاح وتعويض المتضررين من جراء العمليات المسلحة هي خطة الحكومة العراقية أصلا لحل أزمة المحافظة الواقعة غرب العراق، قدمتها هذه المرة حكومتها المحلية تحت لافتة حل أزمة الفلوجة. لكن المدينة لم تتوقف عند حدودها الاشتباكات، ولم تعلن عشائرها طرد داعش، وما من شيء يشي بإعلان المسلحين الخروج أو الانسحاب أو إلقاء السلاح. فهؤلاء بحسب وزارة الدفاع العراقية معتقلون من داعش، ألقي القبض عليهم بالجرم المشهود. الحل الجوهري غير ممكن، قد تكون هنالك حلول مؤقتة هدفها التهدئة، ولكن حل جوهري أنا في تصوري بحاجة لإعادة إنتاج الدولة من جديد. قصف تجمعات المسلحين سيتوقف، لكن القوات المسلحة ستعاود قصف أي منطقة تنطلق منها أعمال مسلحة. هكذا تترجم القيادة العسكرية العراقية القرار السياسي، فالمجال قد يتسع لاستغلال مبادرات الحل ولخرقها بضربات نوعية ينفذها المسلحون. قد يكون هناك بعض من غرر بهم سيعودون إلى رشدهم بهذا العفو، لكن أيضا لا نمنع من أن يكون الحل أيضا سياسيا وأن يكون هناك مؤتمر كبير لضم شيوخ العشائر. وفيما سيخصص ضمن المبادرة ما يقارب 10 مليون دولار كقيمة أولية لتعويض أصحاب المنازل المتضررة من جراء العمليات، فإن تعويضات الدوائر والمؤسسات الحكومية ستكون من الوزارات التي تتبعها. وسواء أكانت المبادرة من الحكومة المركزية أم المحلية في الأنبار، فإنها تعد فرصة ثانية وبابا يفتح لحل سياسي يطرحه من يكتسب شرعية سياسية ودعما أمميا في هذه الحرب. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. دعت الصين الولايات المتحدة إلى أخذ مخاوفها بجدية ووقف دعم القوى الانفصالية المعادية لبكين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية. وعلى لسان متحدث باسمها، حثت وزارة الخارجية الصينية على اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من التراجع في العلاقات بين واشنطن وبكين. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن دعمه القوي لحقوق الإنسان في تبت خلال لقائه مع دلاي لاما في واشنطن. ومن بكين ينضم إلينا الخبير في الشؤون الصينية الدكتور جعفر كرار أحمد. دكتور جعفر، كيف نبرر هذه الدعوة من قبل بكين إلى واشنطن في هذا التوقيت بالذات؟ يعني حتى نفهم ظروف دعوة الرئيس الأمريكي للدلاي لاما، يجب أن نفهم أنه في هذه الأيام هناك توتر شديد في العلاقات الصينية الأمريكية، وذلك بتداعيات النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في بحري الصين الشرقي والجنوبي. يعني هناك نزاع وتوتر شديد بين شركاء الولايات المتحدة الأمريكية الأمنيين مثل اليابان والفلبين والصين. وزيارة كيري التي انتهت قبل 3 أيام فشلت في حل هذا يعني او ردم جسر الخلافات بين البلدين. وفي هذه الاوقات دائما كما نفهم في العلاقات الصينيه الامريكيه يبدا الامريكيون يردون على الصينيين في مناطق اخرى مثل استضافتهم للدلاي لاما، وخصوصا علما انه في فترات السابقه في اخر زياره الامريكان يعني قالوا انه الرئيس لن يستقبل الدلاي لاما مره اخرى. ولكن في هذه المرة تم استقباله، لأنه تتم هذه الدعوة وسط توتر شديد في العلاقات الصينية الأمريكية. طيب إذا انطلاقا من هنا وانطلاقا من دعوة الصين إلى، يعني الصين تتهم واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية بدعم قوى انفصالية أيضا، إلى أي مدى ممكن أن نشهد تأزم أكثر في العلاقات؟ يعني هل هذا التأزم في العلاقات ممكن أن يتطور بين الصين
والولايات المتحدة الأمريكية؟ حترد الصين في كوريا الشمالية. يعني الآن موجود أو عاد اليوم المندوب الصيني لكوريا الشمالية. يعني الصين هي لاعب رئيسي في كوريا الشمالية. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من الصين مساعدتها في تفكيك البرنامج النووي الكوري. الصينيون لن يقوموا بهذا الدور في هذه المرحلة، وهم سيردون على الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم لن يساعدوا في حلحلة الأزمات الدولية التي تحاول الصين أن تستخدم النفوذ الصيني في شبه الجزيرة الكورية. هذا التوتر سيستمر، وطالما هناك توتر حول المسألة السورية والتوتر حول بحر الصين الشرقي والجنوبي، لن نرى هناك أي تغير في العلاقات الصينية الأمريكية، وسيستمر الجذب حول الدلاي لاما وحول تسليح الولايات المتحدة أيضا لتايوان. طيب نعم دكتور جعفر، سؤال أخير. يعني ما قالته اليوم الخارجية والمتحدث باسم الخارجية الصينية على واشنطن أن تأخذ مخاوف الصين بجدية، هل نفهم ذلك من باب التحذير لواشنطن؟ نعم يعني هذا التحذير الثاني في أسبوع. فأثناء زيارة كيري إلى الصين يعني حذرت الصين الولايات المتحدة من الانحياز إلى أي طرف من أطراف النزاع في الصراع في جنوب شرق آسيا وفي بحرية الصين الشرقي والجنوبي. نعم، إذا الدكتور جعفر كرار أحمد الخبير في الشؤون الصينية حدثنا من بكين، شكرا لك. إلى تركيا، حيث أثار القانون الجديد للإنترنت موجة اعتراض واسعة في صفوف المعارضة. القانون يفرض المزيد من الرقابة على الشبكة والمستخدمين. تقرير غدي غنطوس. تتأرجح الحكومة التركية اليوم بين سعيها الدؤوب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ورغبتها في الحد من قدرة الشعب على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بحرية. فالاتحاد الأوروبي يطالب أنقرة بتوسيع هامش الحريات وتخفيف المادة 301 التي تحظر إهانة الثقافة التركية، معتبرا أنها تضع قيودا على حرية التعبير. إلا أن البرلمان التركي صادق على قانون جديد يحد من حرية استخدام الإنترنت. القانون أثار موجة عارمة من الاحتجاجات في صفوف المعارضة التي رأت أنه يكرس الديكتاتورية. القانون يسمح للحكومة بالتدخل بسرعة وسهولة للرد على ما تعتبره مخالفات، ويمنح السلطات المختصة صلاحية إغلاق أي موقع أو صفحة مسيئة بدون إنذار أو إذن قضائي، كما أنه يلزم شركات خدمات الإنترنت بتخزين البيانات لمدة عامين كاملين وإتاحتها للسلطات. التضييق على حرية الإنترنت في تركيا ليس جديدا، ففي عام 2007 منع رواد الإنترنت من الدخول إلى الموقع الاجتماعي يوتيوب بسبب نشر فيديو اعتبر مسيئا للزعيم التركي مصطفى كامل أتاتورك. وسبق أن وصف أردوغان موقع تويتر بالوباء وبأكبر خطر على المجتمع أثناء موجة الاحتجاج ضد الحكومة في يونيو حزيران الماضي. أوساط المعارضين استغربت عدم تدخل الرئيس التركي عبدالله جول باستخدام حق الفيتو لإبطال القانون، ولا سيما أنه مولع بشبكات التواصل الاجتماعي، كما سبق أن حذروا من إبرام جول صفقة مع أردوغان لدعم ترشح الأول لولاية رئاسية ثانية في آب المقبل مقابل دعمه الحكومة في أزمتها مع فضيحة الفساد. جرح 6 أشخاص بانفجار استهدف مخيمات لناشطين معارضين للحكومة وسط بانكوك. الشرطة أشارت إلى أن قنبلة ألقيت على تجمع للمعارضة. التجمع الموجود في المنطقة منذ أشهر، وتشهد تايلاند منذ أشهر أيضا تظاهرات واحتجاجات تطالب باستقالة رئيسة الحكومة يانغلوك شيناواترا. تشهد فنزويلا اليوم وللمرة الثانية خلال أسبوع تعبئة من قبل أنصار المعارضة للتظاهر ضد ما يسمونه ترهيب مجموعات السلطة. في الوقت عينه يتظاهر مناصرون للحكم أيضا دعما لنهج الرئيس الراحل هوغو تشافيز. فنزويلا هي ضحية اعتداء من قبل مجموعات يمينية متشددة تريد زعزعة استقرار البلاد وجرها إلى حرب أهلية.
والقضاء على الحكومة الشرعية وعلى الثورة البوليفية، وذلك بدعم من الولايات المتحدة. هذا الاتهام الذي وجهه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى واشنطن رافقته دعوة تحدي إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لإجراء محادثات أمريكية فنزويلية. أدعوك إلى حوار أيها الرئيس أوباما، أدعوك إلى حوار الآن بين فنزويلا والولايات المتحدة وحكومتها. أنا أقبل التحدي، فلنبدأ حوارا رفيع المستوى ونضع الحقيقة على الطاولة. أنت تعين جون كيري وأنا سأعين وزير الخارجية الياس جاغا للمشاركة في الحوار. هذه الدعوة سرعان ما تبعها اتهام وجهه وزير الخارجية الأمريكي نفسه للسلطات الفنزويلية بترهيب المواطنين والسياسيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التظاهر، كما قال، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول ولن يؤدي إلا إلى زيادة مخاطر العنف. موقف كيري هذا جاء فيما كانت الموالاة والمعارضة تستعدان مجددا للنزول إلى الشارع دعما أو رفضا. نزلت إلى الشارع اليوم لأطالب بحكم القانون في بلدي، هناك شبان يذبحون، أنا أم درست في هذا البلد وليس من العدل أن يقتل مستقبل البلاد ويتم الدفاع عن هذه الحكومة بواسطة الجريمة. تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرات مستمرة في البلاد منذ نحو أسبوعين وأدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما أوقفت السلطات نحو 100 شخص تشتبه في تورطهم بتأجيج التظاهرات. تواجه الصناعات والحرف القديمة في مصر عقبات عديدة تدفع أصحابها إلى تركها والبحث عن مهن أخرى قد تلقى رواجا في ظل ضعف الإقبال على الحرف التراثية. مع هذه الطرقات المتتالية يفرغ الحاج جمال عبد الناصر رفضه لاندثار مهنته النقش على النحاس التي ورثها عن آبائه وأجداده. أول من اشتغل بالمهنة دي هم الفراعنة. ليه اشتغلوا؟ أنت عندك جميع المعابد الفرعونية هتلاقي حفر زي اللي احنا بنعمله بالظبط. تمتزج هذه الألحان الشرقية بطرقات النحت في أذان الحاج جمال لتخرج قطعة فنية ترتسم على ألواح النحاس، لكنها تبدو حزينة لأنها لا تلقى الإقبال القديم نفسه. لا، زمان كان وضع مختلف تماما، يعني السياحة كانت درجة أولى، يعني جميع السياح اللي كانوا بيجوا السائح ريتش غني، النهاردة شتان. لم يبقى من شارع النحاسين غير اسمه، فهذه المحال كانت جميعها تعمل في النقش على النحاس واليوم تحولت إلى أنشطة أخرى مختلفة. ليست مهنة النقش على النحاس وحدها مهددة بالانقراض، فمهن أخرى يخشى أصحابها اندثارها حال استمرار حالة الكساد والتهميش التي تعانيها الحرف القديمة في مصر. الأرابيسك أيضا أحد الفنون الزخرفية التي تميزت بها الحضارة الإسلامية، يعود تاريخ هذا الفن إلى أكثر من 1000 عام، لكنه اليوم أصبح مهنة لا يعمل بها كثيرون. محدش دلوقتي بيشتغل في مهنة الأرابيسك، إن هي مهنة متعبة بتاخد وقت كتير، يعني التطعيم بتاع الصدف أي حاجة بتطعم بالصدف بتاخد وقت كبير، العلبة ممكن تاخد 3 أيام. مخاوف الاندثار تواجه العديد من مهن مصر التراثية في ظل توقف الانتاج والتسويق وتناقص الرواد العرب والأجانب، إضافة لغزو المنتجات الصينية للأسواق المصرية. هاشم مناع، القاهرة، للميادين. السلام عليكم. حضور افتتاح كأس العالم لكرة القدم دعوة وجهتها رئيسة البرازيل ديلما روساف إلى البابا فرانسيس. روساف دعت البابا الأرجنتيني إلى مشاهدة المباراة الافتتاحية على ملعب أرينا دي ساو باولو أو أي مباراة يخوضها منتخب التانجو في المونديال. الرئيسة أهدت الحبر الأعظم القميص رقم 10 الخاص بالأسطورة بيلي وكرة قدم وقع عليها الهدف التاريخي للمونديال رونالدو. من جانبه أهدى البابا ضيفته ميدالية ملاك السلام. قبلت اللجنة التأديبية الرياضية الإسبانية استئناف ريال مدريد، فصدق كلام كارلو أنشيلوتي. النادي الملكي كسب الاستئناف الثانية بخصوص إيقاف كريستيانو رونالدو عن 3 مباريات. النجم البرتغالي ضمن مشاركته اليوم أمام إلتشي تأكيدا لما صرح به المدرب الإيطالي أمس. العقوبة تعود لطرده أمام أتلتيك بيلباو في ملعب ساماميسا، وتشهد المباراة أيضا عودة المدافع الفرنسي رافائيل فاران إلى التشكيلة الأساسية.
إحباط جمهور مانشستر يونايتد هذا الموسم بسبب النتائج المتواضعة عوضها تجديد عقد نجم الفريق وين روني. الفتى الذهبي مدد إقامته مع الشياطين الحمر لغاية عام 2019. لم يكشف النادي عن الراتب الجديد للمهاجم، لكن التقارير الصحفية أشارت إلى أنه سيتقاضى 18 مليون يورو سنويا. صاحب 28 عاما لا ينوي الاعتزال مع مانشستر فقط، بل يطمح إلى تربعه على قائمة الهدافين عبر التاريخ. العقد تضمن تنصيب وين روني سفيرا للنادي بعد اعتزاله كرة القدم. لهب الاضطرابات الأمنية الأوكرانية يمتد ليلدع الجسد الكروي. مقر نقابة اللاعبين الأوكرانيين يحترق بشكل كامل خلال أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن. النقابة الدولية للاعبين المحترفين أشارت إلى احتمال إحراق من قبل الشرطة. فيفبرو نفت تعرض أي من ممثلي النقابة الأوكرانية للأذى، وأكدت اقتصار الأضرار على الماديات. وبحسب المعلومات فقد نقل المقر إلى أحد مكاتب الاتحاد المحلي للعبة. الأوضاع الأمنية بلسمتها بعثة أولمبياد سوتشي بإحرازها أولى ذهبياتها. فريق السيدات فاز بلقب سباق تتابع البياثلون. الأوكرانيات سحبن البساط من تحت أقدام روسيا المدافعة عن اللقب. الذهبية هي الأولى لأوكرانيا في دورات الأولمبياد الشتوي منذ نحو عقدين. احتفالات كندية على الأراضي الأمريكية بتأهل فريق هوكي الرجال إلى النهائي على حساب منتخب بلاد العمسام. أكثر من 30 شاشة عملاقة غطت أحداث لقاء الغريمين في باحة السفارة الكندية بالعاصمة واشنطن. أهداف عدة حملها التأهل الكندي إلى النهائي لملاقاة السويد. اقترب المنتخب من الظفر بأول ذهبية له خارج أمريكا الشمالية منذ 62 عاما، وبات أمام فرصة تكرار إنجاز الاتحاد السوفيتي قبل 25 عاما والاحتفاظ باللقب. مباشرة بعد سقوطها في اختبار الكشف عن المنشطات، شرطة بافاريا الألمانية فتشت منزل إيفي شيتلي بحثا عن مزيد من الأدلة عن تورطها. نتائج الكشف عن لاعبة البياثلون فاجأت البعثة الألمانية في سوتشي. رئيس البعثة مايكل فيسبر حيا فكرة مداهمة منزل شيتلي لكسب مزيدا من الإثباتات. وكانت إيفي قد استبعدت من دورة سوتشي الحالية رغم فشل نيابة ميونخ في العثور على أدلة مفيدة. رفع الحظر الدولي المفروض على كرة السلة اللبنانية دونه عقبات. الاتحاد اللبناني للعبة تلقى مساء أمس كتابا جديدا من نظيره الدولي يفاند فيه الملاحظات التي تحول بنظره دون رفع تجميد للنشاط الخارجي للعبة. الأمين العام للاتحاد اللبناني المحامي غسان فارس قال إن اللجنة الإدارية ستلتئم الاثنين المقبل لتضع آلية درس وتنفيذ ما تضمنه الكتاب الدولي. وكان فيبا قد رفض التعديلات التي أقرها الاتحاد، وأهمها تشكيل لجنة منتخبة من أندية الدرجة الأولى لإدارة بطولتها. في التنس حجز الإسباني رافائيل نادال مقعده في نصف نهائي دورة ريو دي جانيرو بعدما اكتسح البرتغالي خواو سوسا بمجموعتين نظيفتين. أنهى المصنف أول اللقاء لمصلحته. نادال عانى من آلام في الظهر لكنه مضى للفوز بسهولة. الماتادور يواجه في الدور المقبل مواطنه بابلو أندوخار الفائز على تومي روبريدو بمجموعتين من دون رد.